السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج العنة. اليوم في الفترة الصباحية في مسابقة الطلع كان عندنا 4 متأهلين من 5 مجموعات وما قصروا واثبتوا جدارتهم على الطلع. أما في الفترة المسائية في هدد التحدي كان الوضع لك عليه، وكان عندنا متأهل واحد فقط. أكيد بيكون عندنا نقاشات عن المواقف اللي صارت اليوم في المهرجان. حياكم الله. ما كل زيله تزيلها وما اشكر ما كل زيله تزيلها وفرخ من مسوح القرانيس فيه وسوم من اندار صخرت المخاريش واشكلها لو الذاير ابعد من مدار النظر والزوم يقول الهنا الطحى النسانيس وزهلها طرحها وقرص الشمس تحت الشفق مقسوم وهزع في طرف دود سقى السيل مدهلها وهزع في طرف ذود سقى السيل مدهلها مواريثه اللي ما تعرض لراعي سوم لو اسوامها من 6 الاصفار يدبلها على شدت منها مها ما يكيلها على حلته المدار